صباح الخير مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم تاني النهارده في حلقه جديده. انا والحاج عايد، صديقي العزيز الحاج عايد، هناكلكم حاجه النهارده من ضمن الحاجات اللي احنا بناكلها برضو في البر، واحنا بره في اي رحله من رحلات السحاري. ايه رايك حاج عايد نعمل لهم ايه النهارده؟ نعمل لهم لحمه. لحمه نشويها شاي على الـ على الـ على الشزع على الشوايه على طول، بالفحم السلك على طول، فحم وسلك على طول. تمام، احنا والحاج عايد قررنا النهارده ان شاء الله نعمل لكم حته لحمه الريش. كلنا عارفين طبعا الريش، ولا ايه رايك؟ ما اعتقدش ما حدش مش عارف الريش، يعني لا كله عارف الريش. صح، لا مش معقوله ما حدش عارف الريش. فنعمل لكم النهارده ريش مشويه. الريش المشويه بسيطه جدا، انت ما دوم تتواجد الريش معاك الموضوع الباقي كله سهل. هو كلها الحاجات اللي هتعملها اللي هي التتبيله اللي هتعملها عشان تتبل فيها الريش قبل ما نحطها على النار. بما ان احنا في وسط الصحراء زي ما انتم شايفين النهارده، ودايما بنحب نصور في الاماكن اللي هي يعني عايزين نوريها لكل الناس، لكل اهلنا المصريين، لكل العربان، لكل مصري من شمالها لجنوبها لشرقها لغربها، ان احنا عندنا بلاد كتيره قوي حلوه لو قعدنا نلف فيها لحد طول حياتنا مش هنخلص لف فيها. فمن فضلكم قوموا كلكم كده وتحركوا وتعالوا شوفوا البلاد الحلوه دي في كل حته، وسيبوكم من الكلام اللي بتسمع كل يوم مش عارف مين فين بيعمل ايه ومين فين بيعمل مش عارف ايه. الكلام ده كله عشان الناس توقفنا ما نتحركش، وده غلط. احنا لازم نتحرك، قدر الله نافس في كل الاحوال، بس احنا لازم نتحرك، ولازم كل واحد ما يقفش عن اللي هو بيعمله، كل واحد يحاول يتمتع بيومه بوقته. كلنا عارفين ان الحياه مره واحده ولا مرتين يا حاج عايد؟ لا هي مره واحده. مره واحده صح؟ طيب ما دمت الحياه مره واحده الحاج عايد بيقول، وطبعا كلنا اكيد متفقين على هذا الكلام، هي حياه مره واحده، يبقى مش لازم نبقى خايفين نطلع عشان مش عارف ايه، خايفين نروح مش عارف فين عشان مش عارف ايه. كل ده كله كلام ملوش اي لازمه. احنا لازم نتحرك، اللي هيروح سينا يروح، اللي هيروح مطروح يروح، اللي هيروح النوبه في اخر صعيد مصر يروح، اللي هيروح اتحركوا ما تقعدوش. صدقوني الموضوع هيفرق كتير قوي لو اتحركنا. بالنسبه للحركه النهارده، احنا ولعنا النار بتاعتنا ودريناها زي ما انتم شايفين بالحجر. الحجر ده ما كانش موجود، احنا قمنا جبنا الحجر عشان اولع نار في اي حته. لازم اخد بالي الهواء جاي منين. غير الهواء طبعا هيجيب معاه ترابه ورمله وحاجات زي هنا، هيجيب رمله. فلازم ناخد بالنا الزاويه او المكان اللي هولع فيه النار بتاعتي، ولا ايه رايك يا حاج؟ مظبوط. طب احنا ايه عملناها كده هنا في الحته دي ليه؟ عشان ننظر انها في الحته في طرف الجبل. ايوه، من ناحيه الريحه مدريه. ايوه، عشان لو خليناها برا النار مش هتهلك على طول من الهواء ومش هيستوي اي حاجه، لكن لازم تدريها يعني ليه ان الهواء عشان تبقى النار سخنه وينفذ الضرر. طبعا سمعنا كلنا الحاج عايد قال ايه، وطبعا الكلام ده هو المظبوط. وكلنا في اي حد فينا في اي حته هيعمل نار لازم يعرف ازاي المكان اللي هيعمل فيه النار، مهم جدا. ما اروحش ورا حته خشب واروح عامل نار، ما اروحش في وسط الريح واروح مولع نار تحت حته مليانه يعني جريد نخل او بوص او اغاب او اي حاجه. لازم ناخد بالنا كويس قوي دايما لما بنولع النار بنولعها فين. النهارده يمكن لو بصينا قدامنا مكان ما احنا قاعدين بالظبط في الوادي، عندنا كميه اشجار طالعه ما شاء الله. على فكره كل الاشجار دي ليها فايده، مفيش شجره من الاشجار اللي طالعه في الوادي دي ملهاش فايده. الاشجار دي بتطلع ازاي؟ طبعا انتوا لو شايفين احنا قاعدين في وادي ورانا جبال وقدامنا، لو سمع معلش انا اسف، ورانا جبال وقدامنا جبال. الوادي ده المطر لما بينزل عايد مش بيروح فين؟ مش بينزل في يعني شو ده المكان اللي بيبقى المطر بينزل من الوادي على طول، كل المكان اللي بيجي السيل بيطلع من فيه الشجر، بيطلع فيه الشجر كله. زي ما سمعنا الحاج عايد اي مكان بينزل فيه السيل بيطلع فيه الشجر. الشجر ده سبحان الله، احنا يمكن قبل كده اتكلمنا عن شجره السيال. شجره السياله دي شجره بتعيش كتير قوي، بتعيش كده بتعيش 200 سنه 300 سنه حاجه زي كده، صح؟ لا بتعيش كتير يعني، بتعيش مده طويله قوي يعني. في شجر احنا انت بتشوفه بقالك قد ايه؟ يعني من يوم يعني وعيته وفي سيال يعني صغير بشوفه بيبقى كبير بيطول يعني
ما فيش يعني اللي احنا زرعناه، فاكر اللي زرعناه دي بقى لنا قد ايه؟ بقى لنا 8 سنين بقى او حاجه زي كده او 9 سنين طويله كده، ولسه صغير يعني ولسه طول كده. فلو واحد فما بالك السيال الكبير يعني اللي ما هي لو 9 سنين و10 سنين وبقت كده، عشان هتبقى مثلا طولها 3 4 متر هتعوز لها بتاع على الاقل ايه 50 سنه ولا حاجه زي يعني كده. طويل. فمن الشجر اللي بيعيش بيطول قوي في الارض. الشجر بقى اللي احنا شايفينه الصغير ده، ده بتاع من السيزون، من الموسم للموسم، من موسم الشتاء ده لموسم الشتاء اللي هيجي بعد منه. بتنزل المطر، الحبوب بتاعه الاشجار دي بتقع لما بيقل المطر، والشجر ده بينشف البذور بتاعته بتقع كلها في الارض. لما البذور بتقع في الارض ايه اللي بيحصل؟ بيجي عليها المطر، اللي بيمشي منها بيمشي بيتنقل مكانه، بيروح في حته ثانيه، واللي بتن في الارض بتن اللي الرمله بتغطيه، وبعدين بيطلع بعد كده الشجر ده تاني. لما بيطلع تاني سبحان الله بينام تحت منه كائنات حيه بالهبل، ملهاش يعني عدد، موجوده هنا في السحاري، بياكل منه برضو الغنم والجمال لما بيرعوا بياكلوا منه. ممكن في حاجات منه بيبقى جدرها جامد شويه، ممكن نستغلها زي في ساعات لما بنعمل شاي ولا حاجه، زي حطب لما ينشف الشجر. وحتى الشجر ده لما بينشف برضه بعد الحيوانه ما تاكل فيه الطيور. ايوه قول لنا والنبي حق قاعد شويه عن الشجر، عشان الشجر يعني ده الشجر مهم قوي وعايزين نعرف الناس. الشجر ده وهو اخضر بياكل من الجمال والمعيز والغنم يعني واللي عارفينه، بس اللي محي ايه يعني برضه يوم ينشف بيطيح البذور بتاعه في الارض، يعني البذر بتاعه بيقع في الارض، بياكل منهم كمان الطيور اللي زي الحجل ما شاء الله، زي القطب نقول له عليه الحاجات يعني الطيور اللي ايه كل البذور بتطلع يعني في منها بتتاكل الطيور بياكلنها. أيوة. وفي بينزل عليها المطر وبتطلى يعني تطلع تاني، توازن بتاع ربنا سبحانه، التوازن الطبيعي بتاع الله سبحانه وتعالى. يعني من البهايم وبرضه الطيور، يعني نص الناس ممكن يقول لك الطير ما بياكلش منه، لكن هو بياكل. امال هيعيش ازاي لو ما بياكلش؟ اكيد في حاجه ياكل منها. مظبوط كده، تمام. فانتوا خدتوا بالكم معانا النهارده، اتكلمنا عن الاشجار اللي طالعه كلها في الوادي وعن فائدتها، ولها فوائد كتير قوي، وفي منها بيعالج من امراض، بس عشان احنا ما نعرفش عنها حاجه ما ناخدش بالنا كلنا من الاشجار اللي ممكن بتعالج من امراض. عندنا ناس في سانت كاترين شغلتها ان هي بتلم الاعشاب دي، وعارفين سبحان الله كل عشب بيروح فين وممكن يعالج ايه. في حاجات احنا نعرفها موجوده برضو عندنا زي ايه عايد اللي بيعالج السكر، السموه مثلا دي بتعالج السكر. وعندنا ايه تاني؟ والاراك بيعالج الاملاح، صح؟ بينزل نسبه الاملاح في الجسم. الاراك ده الشجره اللي هي بيتعمل منها المسواك، العود بتاع الاراك ده الورق بتاعه بينزل الاملاح في الجسم ونسبه الاملاح من الجسم، والعصا بتاعته او العود بتاع الشجره نفسه ممكن نقطعه وبيبقى هو شجره المسواك. وعلى فكره ده مش موجود في حتت كتير في الدنيا، خلي بالك، موجود في بلاد الحجاز وموجود عندنا هنا في سينا، وتقريبا موجود في موريتانيا او في حته زي كده. على فكره بالنسبه لموضوع نظافه الاسنان، معلش انا اسف لو هخش في حاجات، بس لازم ناخد بالنا كلنا منها، لان قال لك الوقايه خير من العلاج. انا لو خدت بالي ان انا كل يوم الصبح او كل يوم بعد ما قبل ما بنام عشان اتعشيت وطول النهار باكل جبت فرشه والمعجون وغسلت بيها اسناني، مش افضل ولا ايه؟ طبعا افضل، بدل ما كل شويه الحق درسي، الحق سنتي، الحق عايز الدكتور، الحق مش عارف ايه. موضوع بسيط جدا، زيها زي قبل ما اتكلمنا، زي ما اتكلمنا قبل كده عن ازاي انضف الخضار، ازاي اخد بالي من النظافه بتاعتي في كل حاجه بعملها، من الاكل اللي باكله من الماء اللي بشربها. طبعا لان الحاجات دي ممكن تكون هي السبب في ايه؟ الامراض. طبعا في الامراض، والامراض دي بتبهدل الدنيا وبتزعل. لازم كل حاجه على نظافه تتعمل، لو ما اتعملت كل حاجه على نظافه تبوظ الحياه كلها. والله عايد قال كلمه طيبه جدا، اللي هو فعلا لازم كل حاجه على نظافه، مش بس ان احنا نغسل سناننا، كل حاجه المفروض تبقى على نظافه، لان لما بنعمل اي حاجه على نظافه طبعا بتفرق كتير جدا. انا لو حبني حيطه وبنيتها على ارض مش مظبوطه او مش نظيفه، عالي في واطي، الحيطه عمرها ما هتطلع عدله، بس لو بنيت حيطه على ارض مظبوطه الحيطه هتطلع عدله. فعايد قال كلمه طيبه جدا، اللي هو لازم كل حاجه تتعمل على نظافه. معانا يا جماعه الخير ولا ايه رايكم في الكلام ده؟ على بركه الله. دلوقتي النهارده احنا طالعين، لان الجو بتاع سينا او جو السحاري عامه او يعني او بالذات في سينا هنقول من اول شهر 10 وطالع لحد شهر كام يا عايد؟ احلى وقت للسحاري. من
9 وانت طالع لغايه يعني 2 و3 و4 يعني. من شهر 9 لحد شهر 2 و3 بنلاقي امطار وخير الله. ربنا يا رب يرزق ان شاء الله بالامطار السنه دي، وتكون امطار طيبه الناس تقدر تستحملها ان شاء الله رب العالمين، ما تكونش امطار تضر الناس. من بعد شهر 3 وطالع بقى لحد شهر 6 عندنا الربيع. الربيع ده موضوع تاني ان شاء الله، لو ضلينا حيين وربنا ادانا عمر هنلازم نوريهم الربيع بتاعنا عامل ازاي، واحنا في كل حته في الوديان مسرحين بالاغنام والجمال، لان الربيع هنا له شكل تاني كده، حياه تانية، الارض كلها بتبقى خضره. هنرجع لكم تاني بعد شويه، هنظبط بس النار بتاعتنا عشان بعد شويه يعني هتشوفوا الحته اللحمه اللي اتكلمنا عليها في الاول خالص ازاي هنشويها وازاي هنسويها عشان ما نجوعش. برضو دي زي ما قلنا قبل كده ناخد بالنا من كل حاجه حتى من اللقمه اللي هناكلها، لان هو ده اساس الـ يعني طلعنا خرجنا اشتغلنا محتاجين ناكل، فبرضو لما نظبط اللقمه بتاعتنا صح هتبقى طيبه نتبسط بكل حاجه بنعملها. طبعا، وايه رايك وناكل واحنا برضو وناكل واحنا ايوه ما ينفعش ما ناكل.